بسم الله والابن روح قدس الان واحد امين. تحل عليه نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان ظهر دول كلها امين. ربنا يسوع قال لمعلمنا بطرس كلمه او سؤال كلكم عارفينه، قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ يعمل ايه؟ ارعى غنم. فاحنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الخدمه الفعاله. كل ما حبينا ربنا كل ما اهتمينا بالخدمه، يعني نقدر نقول كده الخدمة هي تعبير عن حب. كلما كان الحب وثيق وقوي كلما كانت الخدمة وثيقة وقوي. كل العكس، كلما كان الحب ضعيف وفاتر كلما كانت الخدمة ايه؟ ضعيفة وفاترة. وده احيانا نشوفه يعني في خدام ايه ممكن يكونوا ايه يعني الخدمة سماوية شوية بالنسبة له. عشان كده نتكلم عن الخدمة الفعالة، ان انت تكون محصلة محبتك لربنا بتترجم في شكل محبة، بتترجم في شكل خدمة او رعاية. لسه كنا بنقول ان الكنيسة هي جسم المسيح، وان المخدومين دول اعضاء جسمه. طب وانت بتحبه يبقى لازم تهتم بايه؟ باعضائه. كل مخدوم قدامي ده جزء من جسم المسيح، يبقى عليا ان انا اعمل بيه ايه؟ اعتني بيه واكرمه واقدم له كل ما يحتاج. عشان كده عايز اقول لك اربع كلمات مهمين قوي، وبعد كده في الرعايه يعني والخدمه الفعاله، واربع تحذيرات. بس اربع كلمات واربع تحذيرات. اول اربع كلمات، دورك كخادم أربع كلمات: تقود، تغذي، تحمي، ترعى وتهتم. تقود، تغذي، تحمي، ترعى وتهتم. تقود. الخادم راعي، الخادم قائد، الخادم بيقود المخدومين في مسيرة الملكوت. فلازم يكون أنت عارف الطريق، لازم تكون عندك خبرة الطريق، لازم تكون عندك محبة الممارسة، لازم تكون انت مصلي، انت متواضع، انت تقي، انت بتقود المخدومين. عشان كده اقدر اقول لك كده انه من اهم ادوار الخادم ان بيقود المخدومين بتوعه في طريق الملكوت وطريق المسيح وطريق السماء وطريق الكنيسة. تقود. صعب جدا القائد يبقى فاقد الطريق. تخيل لما نمشي ورا واحد اصلا تايه، تخيل لما نمشي ورا واحد مش عارف السكه ولا عارف يسوق ولا عارف يروح فين ولا يجي منين. اذا لازم القائد يكون يرى الرحله قبل ان تبدا. يقولوا القياده هي التاثير. القائد هو الذي يرى الرحله قبل ان تبدا. القائد هو الذي يرتفع في أعلى نقطة ويصرخ ويقول إننا في الطريق الخطأ. خلي بالكم يا جماعة احنا تايهين. مين بقى ده؟ ده القائد. عشان كده ربنا يديك نعمة ان تكون مسيرتك واضحة وطريقك واضح، وانت قائد عارف انت عايز ايه، عارف عايز توصل لايه. وانت مع المخدومين في ذهنك هدف، عايز تربط الولاد بالمسيح، تربط الولاد بالكنيسة، تربط الولاد ببعض، تربط الولاد بالأباء، وتربط الأباء بالعبادة، وتربطهم باللوترجيا، تربطهم بالأسرار. عندك أهداف في ذهنك عالية جدا. القديس يوحنا زابيل فن له كلمة مشهورة قوي، يقولك يجب أن يكون الفرق بين الخادم والمخدوم مثل الفرق بين الراعي والقطيع. تاني، يجب أن يكون الفرق بين الخادم والمخدوم كالفرق بين إيه؟ الراعي وإيه؟ والقطيع. الراعي عارف هيودي الغنم فين يأكله، والمسافة دي من الحظيرة للمكان اللي هيأكله فيه تاخد وقت قد إيه؟ طب وهنلحق نرجع قبل ما الدنيا تظلم عشان الخرفان ما بتشوفش في الظلمة. طب والمرعى ده آمن؟ طب بعد ما ياكلوا هنلاقيه مكان يشربوا فيه؟
طب المكان ده فيه دياب، طب المكان ده يلا نلحق عشان هو هيفضل قاعد كده ساكت ساعتين ثلاثة على ما يأكلوا ويشربوا، يروح عطيهم صوت كده يروح ايه يعرفوا صوته فيعملوا يتبعوه عشان ايه يرجعوا لغاية لما يدخلهم الحظيرة والطمن. القائد، انت قائد، وخد بالك الخروف شوية الى حد ما عايز اللي يرعاه، الخروف عايز اللي يقود، الخروف ما بيشوفش، الخروف مشكلته انه اكتر حيوان دماغه دايما في الارض، فوشه في الارض، فهو اللي يجذبه ايه شويه خضره بس، ما يرفعش راسه لفوق، عشان كده اسهل حيوان يتوه هو الخروف. عشان كده المثل لما ربنا يسوع المسيح قال لك على الخروف اللي ضاع، يقول لك راعي اضاع خروفا، نسب الضياع لايه؟ ولا الخروف؟ ما قالش خروف تاه، لا ده ايه، ده الراعي هو اللي ايه اضاع خروفا. يا رب ارحمنا. فالخروف في دماغه يلعب، الخروف في دماغه ياكل ويشرب. هل الخروف حاسب الحسبة ان المرعى ده امن؟ هل الخروف عارف هنا تيجي دياب ولا لا؟ هل الخروف حاسب حسابة هنرجع الساعة كام عشان قبل ما ده؟ لا 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 ولا حاجة. المخدومين بتوعنا كده، هو جاي الكنيسة لأهداف أخرى أخرى أيا كانت بقى. البنات جايين عشان صحابهم يتقابلوا يقعدوا يحكوا يحضنوا بعض ويحكوا مع بعض ويدردشوا، أو ممكن تكون عندهم علاقة كده عاطفية مع التصوني عايزين يدردشوا معاه في شوية مشاكل. أما عن المسيح فده موضوع بعيد خالص، إحنا يعني ما إحنا يعني يروحوا مغيرين هدفنا ويحولوا خدمتنا إلى خدمة اجتماعية شوية شلة أو شوية صحاب، لا إحنا أعلى من كده بكتير. مين اللي في دماغه يتكلم على الإفخارستية؟ مين في دماغه يتكلم؟ طب أنت اعترفتي ولا لا؟ طب أنت بتاع، طب بتصلي، طب أخبار الصيام، تاخد فترة القطاع، أبونا عطيك تدريب في الصبح، مين اللي في دماغه الحاجات دي؟ الخادم. الخادم عنده رؤية، والكتاب المقدس قال لنا بلا رؤية إيه؟ يجمح الشعب يتوه. إذا أول نقطة عندك أنت كخادم يكون عندك قيادة، عارف أنت رايح فين. معلمنا بولس يقول لك لأني عالم بمن آمنت. أنت عارف عايز تعمل إيه يا بولس ولا؟ أقول لك طبعا عايز تعمل إيه؟ قال لك أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. عندي هدف واضح، مش بخدم كده زي ما الظروف تجيبني، لا لا لا، عندي هدف واضح، عندي هدف واضح ان خلاص النفوس نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. عايز اجذب نفوس للمسيح، عايز اقود. ربنا يسوع المسيح كان كده في تعليمه، كان الملكوت قدامه وساعة الصليب قدامه وخلاص البشرية قدامه وخلاص اللي بشنا، ويعلم ويركز ويتأنى ويشرح بأمثال ويكلم كل فئة، بس المهم يوصلهم للملكوت، وكل فئة يكلمها بطريقة اللي تفهمها بس عن الملكوت. الصيادين يقول له شبكة مطروحة في بحر، والناس الأغنياء شوية يقول له يشبه تاجر لآلئ حسنة، وواحد تاني يقول له راجل مزارع، واحد تاني واحدة ست بيت يقول لها على الخميرة والعجينة، كل الأنواع من التعليم. المهم الهدف. خادم قائد، انت قائد واخد ولادك على فين؟ وزي ما كنا بنقول من شوية، ايه الهدف بتاعي اللي في ذهني عايز اوصل الولاد له؟ الولاد طالعين رحلة، طالعين يعملوا ايه؟ يلعبوا. الولاد جايين النادي، جايين يعملوا ايه؟ يلعبوا يهزروا، مش يلعبوا يهزروا اوكي، بس انا كخادم عندي اهداف عالية كتير عنهم يلعبوا يهزروا. هنصلي في البداية، هناخد كل مرة في النادي جزء من كتاب مقدس، هنحضر كل أسبوع قداس مع بعض، هنربط النادي بمدارس الأحد بالشموسية. عندي أهداف تانية، الواد جاي يلعب بس أنا رحت إيه؟ ما لازم برضو، لازم الخادم يبقى شوية مكار، لازم. مين قال كده؟ أنا؟ اوعى تقول الخادم مكار أقوال أنطونيوس فهم، لا ده بولس قال كده. بولس قال إيه؟ أخذتكم إيه؟ بمكر. لازم يبقى مكار. إذن الخادم قائد،
هو الولد جاي يلعب، البنت جاي عشان صحابها، اوكي، بس انا عندي اهداف تانية. ربطته بالمسيح، قرا الانجيل، حضر قداس، اعترف، حفظ جزء من الاشبيه، هو جاي يلعب بس. لكن انا لا، في الرحله جاي، لا انا جاي اربطه بالقديس اللي احنا رايحين نزوره وهنحكي سيرته، وعامل تمجيد مطبوع عشان نروح هناك ما نقعدش بقى ندور على ايه، لا انا هنعمل تمجيد للقديس، ومتفق مع شماس يجيب دف عشان نعمل تمجيد حلو كده، حي كده جميل. فالولد يكون في دماغه الكلام ده؟ طبعا لا. مين اللي يجيب تمجيد مطبوع؟ انت كخادم. مين يجيب دف؟ انت كخادم. مين في الاوتوبيس اثناء الذهاب للدير يكون مجهز السيره بتاعته، يشوقني للايه؟ للمكان اللي انا رايحه. يقول لك رايحين مريمينا والاثار، ولا نجيب لهم سيره عن الاثار دي، ولا نحاول نعرف ان احنا نروح ونرجع ما نعرفش حاجه، شفنا شوط كده رمله. لا لا لا، خادم محتاج يكون ايه؟ قائد. الموضوع ده موضوع مين؟ القائد. عشان كده اقدر اقول لك كده، قال لك بدون رؤيه يجمح الشعب. لما نفتقد القائد هنفتقد الطريق. اذا الخادم لازم يقود. ولادك انت عارفهم، ولازم تبقى عارف عايز توصل معهم لايه. واحد يقود، اتنين يغذي. القائد هياخد الغنم لمرعى ياكلوا منه، انت لازم تكون بتغذي ولادك، لازم تديهم طعام متجدد. قال لك من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يعطيهم العلوفه في حينها؟ تقدم لولادك الاكله المناسبه. الخادم ياكل كتير عشان يعرف يغذي، انت لازم تقرا كتير عشان تعرف تقدم. مشكله كبيره يا اولادي، لو انا دلوقتي جيت اقول للمخدومين موضوع، وبمجرد ما انا انتهيت من الموضوع تساوت معلوماتي مع المخدومين. عارفين يعني ايه الموضوع ده؟ يعني دلوقتي بحكي لهم حاجه عن ابونا ابراهيم مثلا، فقلت لهم ابونا ابراهيم وده عمل كذا وخرج وكان في مجاعه وجاب اسحاق، وبعد كده ربنا قال له قدم اسحاق وقدم وخلاص. اول لما انا خلصت كده معلوماتي عن ابونا ابراهيم ايه؟ خلصت. لا، ده انت تعرف الكثير وتبسط المعلومات للدرجة اللي تناسب المخدوم وتناسب استيعابه، لكن انت تعرف اكتر. يغذي، بياكل كتير. احذر تقول لي ماليش في القراية، احذر تقول لي ما بحضرش، احذر تقول لي انا لما بيجي الدرس عليا ما بجيش. أقولك دي كلها علامات إن كلمة أتحبني دي إيه؟ ضعيفة. مش بيحصل الكلام ده؟ في الجيل بتاعنا كنا نحب نحضر، دلوقتي الخدام بتهرب من التحضير، كأن المرة اللي يقولوا له عليها فيها درس دي إيه؟ دي اللي عليه فيها ذنب يعني. لا، ده أنت فرحان وشغوف، ده أنت عندك شغف إن أنت تعرف ولادك. كنت مره دخلت مكتبه من كنيسه العذراء سموحه، لقيت كتاب كده اسمه شغف الوعظ، اسمه كده، عنوانه كده بامانه يعني، شغف الوعظ. فانا بصراحه قلت ايه، اجيب الكتاب ده عشان انا برضو ايه، في وصيه بتقول يا اخواتي لا تكونوا ايه، معلمين كثيرين. فقلت ايه، اجيب كتاب شغف الوعظ ده عشان انا كايه، كخادم يعني ممكن اكون يعني بتكلم وكده، فايه اهدى شويه واقلل كلامي بصراحه. فانا جبت كتاب شغف الوعظ عشان ما وعظ، جبته عشان كده. اتاري الكتاب بيتكلم عن ازاي طول ما انت فيك روح ربنا تبقى لا تحتمل ان تصمت. يا هو الكتاب بيقول كده، اسمه شغف الوعظ. اتاري بيتكلم عن شغف الوعظ بجد. عندكم شغف الوعظ؟ مش على الفاضي يعني، ولا عشان تظهر ذاتي، ده انا مش قادر احتمل ان اصمت. ليه؟ عندي غيره. مش معلمنا بولس الرسول كان يقول لهم كده؟ كنت اود ان اكون انا محروم من المسيح من اجل اخواتي وانسبائي حسب الجسد. لا، ده لا اكف عن التعليم. قال له اعكف
في وقت مناسب وفي وقت ايه غير مناسب. وبخ، انتهر، عز، خفش. عندك احنا بنتكلم على ان الراعي يغذي، عندك الذخيرة اللي بتغذي بيها، عندك محب للقراءة والمعرفة في المجال الروحي والكنسي والكتابي، وربنا يديك فيض ان انت تقف قدام ولادك تبقى عندك ما يشبعهم. خلي بالك، صدقني، اذا كنا بنقول الجيل بتاعنا ده شوية سطحي ولا هايب، صدقني عندهم شوق كبير جدا ان يعرفه، صدقني. بس احيانا يمكن يكون لا توجد لدينا معلومة، واللي عنده معلومة لا توجد لديه طريقة. يعني نفتقد لايه؟ حاجة من الاثنين. يا رب يديني المعلومة ويديني ايه؟ الطريقة. ما انا كمان لازم اعرف ازاي اكلم ولد في ابتدائي ولا اعدادي. فعايز اقول لك انه الخادم دوره يقود، اتنين يغذي. اعكف على القراءة. عندك مكتبة؟ تحب تجيب كتاب؟ لو قلنا لك الكتاب ده بمية جنيه هندهولك ب25، يعني خصم، هل هتحب تجيبه ب25 ولا حتى لو ب25؟ صدقني يا ابونا لو ب10 جيب واحدة كنز افضل. يا ده بمية جنيه يا ابني حبيبي. ده تفسير يوحنا للقديس كيرلس. يعني ده ممكن انت تقعد تدرس فيه انجليزي ويعني تجتهد وتحط راسك مكان رجليك عشان تعرف تفسير اصحاح. ده جاي لك بخصم. معناها ايه؟ عارف اللي فقد الشهيه؟ طب اللي فقد الشهيه ده ازاي يغذي؟ هنقدم ايه لاولادنا اذا كنا احنا فاقدين الشهيه؟ ده كأن ربنا عارف ان احنا نبقى في جيل ضعيف، فوسائل المعرفة نشرها بشكل رهيب. ده انت النهاردة يبقى عندك ابليكيشن قد كده يقول لك ده عليه مش عارف عظات البابا سلوك، وعظات ابونا لوك، وعظات ابونا داود لبعيك، وعظات ابونا بولجوك، وعظات ابونا بشكل. ايه ده؟ ابليكيشن صغير كده اسمه تفسير الانجيل. عارفينه؟ صغير كده يقول لك ده عليه كل تفاسير ابونا تدرس يعقوب العهدين، وكل تفاسير كنيسة مصر الجديدة العهدين، وكل تفاسير ابونا انطونيوس فكري العهدين اصحاح اصحاح. ايه ده؟ ده دول كده على بعض كام كتاب وبكام دول؟ يا سيدي اهو نزله، اتفضل بليز نزله. عشان اي آية في اي اصحاح وقفت معك عايز تعرفها عندك ثلاث مصادر آمنة للمعرفة. ولا نقرأ لا يبقى في حاجة. عشان كده بقى كده بنخلي ولادنا يطلعوا ايه؟ جعانين، هفتنين. ام ما بتطبخش، ام بتعملش وجبات مغذية لولادها، فبيحصل ولد ايه؟ هزيل. اول لما يتسأل سؤال عين المسكين يتهز. ووديكوا شايفين برضو في ناس بتحط تشكيكات وحاجات مش عارف ايه. يجي واحد يقول له انتوا بتاكلوا الهكم؟ يقول له ايه؟ اذا ما كانش عنده اجابه. عشان كده اقدر اقول لك يغذي. القائد يقود، القائد ايه؟ الخادم ايه؟ يقود، الخادم ايه؟ يغذي. اقرا كتير، اعرف كتير، خلي عندك مزيد من المعرفه الكتابيه والليتورجيه والكنسيه والعقائديه. من مؤسف ان نلاقي ولادنا دلوقتي ما بيهربوا من يقدموا مواضيع عقائديه. ده العقيده دي عامله زي العمدان، هيتنفع القاعده من غير عمدان؟ ما عقدت عليه ايمانك وده العقيده. طب لما نقدم موضوعاتنا من غير عقيده تبقى عامله زي ايه؟ قال لك زي البيت اللي اتبنى برمل بس من غير اسمنت. لا، ده العقائد دي الركائز، التجسد والخلاص والصليب والفداء والقيامة والمجيء والست العذراء. عندك أساسيات في العقيدة. عشان كده لازم القائد يكون بيغذي. يقولوا على الست لما ترضع يدوها أكل يكون مغذي شوية
بدسم تاكل الاكل ده فيختلط بجسمها بدمها بهرمونات ويخرج منها في شكل سائل صغير جدا بس مغذي جدا يدي الطفل كل ما يحتاج ويديله كمان مناعه. تاكل 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 وتروح عطيه له عصير كده ايه ما يجوش 7-8 سنتي يكفوه يشبعوه. انت كده انت اكنك عامل زي الام اللي بترضع تاكل كتير 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 عشان تقف تقول لولادك موضوع صغير بس ايه مغذي وفي مناعه. بس ما يجيش كده. مش واحد قرا كلمتين قبل ما يدخل الدرس كده؟ هو الدرس عن ايه النهارده؟ اقول له عن عيد البشاره. بص كده لا دي بسيطه. واحد يقود، اثنين ايه يغذي، ثلاثه ايه يحمي. الراعي كده يحمي. انت خادم تحمي ايه؟ تحمي الواد من نفسه، البنت من نفسها، تحمي من افكار المجتمع، تحمي من الميديا، تحمي من الهرطقات، تحمي من التشكيك. لازم تكون واعي بالدنيا. حروب الجسد، حروب الشهوة يحمي. ازاي نحمي ولادنا؟ دي قصة الحماية، دي قصة مهمة جدا ولازم الخادم ياخد باله منها. ولادنا متعرضين لايه؟ وفي ايه التحديات وايه الضعفات وايه السلبيات وايه كذا؟ احمي. احميهم. ما مش معقول يبقى راعي وشايف الدياب عماله تاكل في الولاد وهو ساكت. لا ده انا لازم اولا لازم اخده في مكان امن، ثانيا انا موجود بعصايتي. يحمي. في افكار ممكن تبقى افكار الحاد موجوده جوه الولد بس ما بيقولهاش. لا انا ارد عليه من قبل ما يقولها. في افكار عن الكتاب المقدس. في عصرات في الكنيسه. في افكار شهوه. في افكار ماديه. في افكار طمع. الجيل بتاعنا ده شويه استهلاكي بزياده، اتربى على كده. اتربى انه يجيب شيبسي ويجيب بيبسي ويجيب مش عارف اندومي وبعد كده يطلع وبعد كده عايز ياكل كشري ويروح يتعشى في البيت. بقى جيل استهلاكي. ازاي اعلمه انا وازاي احميه من الطبيعه الاستهلاكيه دي؟ ازاي اعلم البنت ان هي جمالها جواها مش براها؟ ازاي اعلمها ان اجمل ما فيها مخفي عقلها وقلبها؟ سر جمالها الحقيقي مش اللي باين. ازاي اعرف الولد ان القوه بتاعته في صلابه ايمانه والقوه بتاعته في ارادته ضد الشر؟ هو ده الولد القوي، هو ده اللي بيروح الجيم مش اللي عامل مش عارف فورمه ولا عامل ايه. لا ده صلابته في ارادته. اللي يعرف يقول للخطيه والشر لا وللمنظر الخديع لا. اذا محتاج ان انا احمي. لازم اكون ملم بالتحديات اللي ولادي بيواجهوها. واحد يقود، اثنين يغذي، ثلاثة يحمي، أربعة يتابع ويهتم. تاخد بالك مين بيجي مين ما بيجيش وليه. واحذر ان تكون علاقتك بالمخدومين مجرد بس حضور وخلاص. مش معنى ان الولد ده بيجي يبقى تمام، ومش معنى انه غايب يبقى ما هو ده بس اللي اسأل عليه. مش معنى انه غايب انه وحش. في مفاهيم تتصلح. يهتم ويتابع. تصور انت ان يكون مثلا قدامك شويه ولاد كده بس انت تعرفش منهم مين فيهم باباه متوفي، مين فيهم مثلا اسرته الاب والام منفصلين، مين فيهم اخوه رب، مين فيهم ولد حاضر معاك في اسره ثالثه ثانوي وهو لسه في اولى ثانوي وقع سنتين في الدراسه. مين ومين ومين؟ تخيل انت كده. انا لو مش واخد بالي مين اللي قدامي انا شويه اشكال قاعده وخلاص. لا الخادم لازم يهتم ويتابع. يقول لك كده معرفه اعرف حال غنمك واجعل قلبك على قطعانك. اعرف حال غنمك. مره كده كنا بنتكلم في اجتماع عام كده وفي بنت كانت قاعده ايه حاطه راسها على الكرسي كده فيعني عادي يعني الواحد نظيف بس حد قال لي دي عندها لوكيميا. يا ساتر مسكينه ده كتر خير انها جت. في حين ممكن حاجه ثانيه واحد يقول لك دي ايه المستهتره دي.
لما اكون عارف غير لما مش عارف. تخيل بقى لما تبقى انت الخادم بتاع ولادك مش عارف ظروفهم. احذر يكون عندك اسامي في الكشف كده ما زرتهمش في البيت. لازم تكون دخلت بيت المخدوم وفهمه البيت ده شكله ايه، عايشين مع بعض ايه، عنده اخوات ايه، ترتيبه في وسط اخواته ايه. كل واحد حاله مستقله محتاجه اهتمام ومتابعه وتسال وتهتم. الولاد هيفتكروا لك محبتك اكتر ما يفتكروا حاجه تانية. اهتمام ومتابعه. لما تيجي تشوف كده شويه الولاد والاسامي اللي انت واخدهم دول، دول امانه ربنا بيقول لك خد بالك دول ولادي. عارف الوصيه اللي قالها السامري الصالح للراجل صاحب الفندق لما لقى الراجل اللي وقع بين لصوص فتركوه مجروح، فاداله خمر واداله زيت وركبه على الدبه بتاعته واداه فندق، بس قال له عباره جميله قوي، اداله دينارين وقال له اعتني به ومهما انفقت فحينما اتي اوفيك. انا بعتبر ده شعار لينا احنا كخدام. المسيح جايب لنا كل نفس وبيقول لنا، بعت لنا معاه جواب توصيه بيقول لك بليز لو سمحت اعتني به، الولد ده البنت دي اعتني به ومهما انفقت فحينما اتي اوفيك. يعني ايه؟ ليك اجر ايه؟ ليك اجر ايه؟ سماوي. فهمت المعنى؟ اعتني به، خد بالك منه. انا اديتك اللي معايا دلوقتي ده مؤقتا، ده عربون. المسيح بيديك دلوقتي بركه عربون، بس في بركه سماويه هتاخدها، ثمره تعبك وثمره محبتك وخدمه. كل واحد سياخذ اجرته بحسب ايه؟ تعبه. اتعب في الخدمه. ما تقوليش انا مش بنزل تقاضي، اصل الولد ده بعيد. اصل طالما المسيح بعته لك واسمه موجود عندك فانت مسؤول عنه. تقول لي بس انا لما رحت له قال لي بروح كنيسه كذا، برضه انت مسؤول عنه واسال عليه. احنا مش مجرد عندنا شويه زباين لما ينفعونا نهتم بيهم، ما نفعوناش لا، الموضوع مش علاقه يعني منفعه. المخدوم بالنسبه لك مش رقم، مش رقم. يعني مش عندي في الفصل 40 فحاضرين 25 فنشكر الله اديكك مليانه، لا، انت عندك مفقود 15. He is not a number, he is a person. هو مش رقم، هو شخص يعتنى به. اربع حاجات واقول لك بقى اربع تحذيرات، بس الاربعه الاولين مهمين. اول حاجه ايه؟ قياده. اثنين تغذي، ثلاثه تحمي، اربعه تتابع وتهتم. واحد تقود، اثنين تغذي، ثلاثه تحمي، اربعه. اربع ضعفات عايزك تحذر منهم. احذر جدا من الفتور، هيأثر قوي على الخدمة. احذر جدا جدا من الزيت. احذر جدا 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 من العصرات. احذر جدا اخر حاجة من ضياع الهدف. اول حاجة قلت لك تحذر منها ايه بقى؟ الفتور. الخادم اللي جاي بالعافية جاي الاجتماع هنا كده وفي خادم بيحفظ ترنيمه ولا لحن وهو واقف بره، بعدين واقف بره كمان يعمل ايه؟ يضحك ويهزر. والمخدوم اللي جاي يدخل خلاه واقف معاه ايه؟ بره. وصاحبه الخادم لما جه برضه واقف معاه ايه؟ بره. جاي بروح فتره، جاي مش عارف هو جاي ليه. وبعدين جه قعد، فبيقولوا الصلاه وقف للأسف متملئ، ده الخادم وقف متملئ. بعد كده أخوه الخادم بيبتدي يقول الموضوع برضه حاضر، هو إيه؟ مش متفاعل، جاي فاتر. أقول لك ده أنت لازم تكون جاي وأنت متشوق جدا لهذا اللقاء. ده بولس كان يقول لهم أنتم سروري وإكليلي، مش كده؟ أنت جاي مشتاق جدا، دي ساعة في الأسبوع على ساعة ونص، ده أنت جاي عمال تشحن نفسك على الساعة دي عشان تلتقي بولادك المحبوبين في المسيح يسوع، عشان تجيبهم للمسيح.
جاي بفطور، جاي مش عارف جاي ليه، وكلكم تتفقوا معايا أنه توجد علاقة قوية جدا بين الحالة الروحية للخادم وحالة خدمته، صح؟ آه. طب صلح نفسك من البيت، صلح عشرتك مع ربنا عشان خدمتك تتصلح. إذا كان ولادنا بنشتكي من كذا وكذا وكذا، يلا نصلح من نفسنا، يلا يلا نبتدي إحنا مع نفسنا. إذا أول حاجة بقولك عليها إيه بقى؟ فطور الخادم. من ضعفات الخدمة الشديدة إن نلاقي الخادم نفسه عايز اللي يحفزه، الخادم نفسه عايز اللي يزقه على القداس، الخادم نفسه هو اللي له فترة طويلة ما اعترفش، الخادم نفسه هو اللي مش بيصلي. طب ماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ ازاي الجائع هيشبع؟ ازاي اللي مش ضايق المسيح هيدوق المسيح؟ ازاي اللي مش شاعر بقيمة العمل هيعمل العمل؟ ازاي؟ عشان كده اقدر اقول لك الخادم ده لازم يكون قلبه ده كده يعني مشغول بربنا قوي. عارف لما قالك ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ عارف لما تبقى الساعة بتاعت الخدمة دي انت حاضرها وكلك غيرة وحماس على ازاي الولاد دول يخرجوا من اللقاء بتاع النهاردة فرحين مستفيدين مرفوعين منتصرين، جايين مغلوبين يخرجوا غالبين، جايين حزانة يخرجوا فرحانين، جايين بأفكار غريبة يطلعوا بفكر خدوا شحنة. عندك الغيرة دي تلاقي نفسك كده فرحان فرحان، وعندك إيمان برسالة الخدمة، عندك إيمان بأنت بتعمل إيه. عارف نحامية لما يقولك ها أنا عامل عملا إيه عظيما، عمل عظيم. كان الوطني حبيب جرجس يقول لك اللي حفظ طفل قانون الإيمان كأنه بنى عمود في هيكل الله. إيه الجبل إيه ده؟ آه رجل عنده رؤية وبيعمل إيه؟ فاهم، مش حكاية تقوله وتقوله ورايا، لا لا لا. قال لك أنت لما تحفظهم قدوس الله قدوس القوي أنت أسست ناس سماويين أعددتهم ملائكة. إيه الكلام الكبير ده؟ هو كده. عشان كده لازم يكون عندك انت اول حاجه الغيره الروحيه الحماس الروحيه. ابدا بنفسك، احنا في الصوم لو سمحت اقعد كده مع نفسك قعده هاديه، لو سمحت اعترف، لو سمحت احضر قداسات متاخره، اغلب جسدك، غير طبعك، مش تغير بس اكل. اول درجه في الصوم الاكل، اللي بعدها الاهم أغير طبعي، أغير من اهتماماتي، أغير من أولوياتي. واحد الفطور، فطور الخادم خطير على الخدمة جدا. واحد فيلسوف قال مرة كده، قالك أن تسلك بعكس ما تعتقد أسوأ كثيرا من أن تسلك بحسب ما لا تعتقد. معلش عبارة فلسفية شوية. أن تسلك إيه؟ بعكس ما تعتقد أسوأ كثيرا من أن تسلك بحسب ما. يعني نفرض إن واحد مثلا بيسرق، بس هو عنده إيمان إن السرقة دي حلال، يعني عشان بناخد حق غيرنا، يعني عشان بننصف المظلومين، فده واحد إيه؟ لا يعتقد. لكن كون إن أنا أؤمن بالأمانة وأسرق ده أسوأ بكتير من اللي ما بيؤمنش بالأمانة. أن تسلك بعكس ما تعتقد أسوأ كثيرا. انت مش عندك ايمان بالطهارة؟ عندك ايمان بضرورة الصلاة والاتحاد بالمسيح؟ عندك ايمان بان الحياة في المسيح يسوع هي الحياة السماوية؟ طب ما انت عندك ايمان اهو، طب ليه تسلك بعكس ما تعتقد؟ واحد تاني من الاباء قال لك انت عارف الخادم اللي يستميل العدو كمن استولى على قائد من جيش الاعداء. جيش الاعداء اخد قائد اسير عنده، هو ده واخد ايه؟ احنا مش واخدين جندي، احنا واخدين ايه؟ قائد. فلما يكون حد فيكم مزبي للعدو وبيخدم، كأن العدو اخد قائد من الجيش عنده، دي كارثتها كبيرة. عشان كده قال لك اضرب الرعي ايه؟ تتبدد الرعي.
خطر. واحد فتور الخادم، اتنين ايه؟ الزاد. انا اخدم احس ان انا ايه؟ راجل مميز، احس ان انا راجل كبير، واحس ان عندي كرامة، واحس ان افضل من الناس التانيين دول. اللهم اشكرك اني لست باقي الناس اللي ما بيخدموش، البعاد التائهين. ولما تعمل عمل في الخدمة تبقى عايز كل الناس ايه؟ تعرف، وعايز كل الناس ايه؟ تشكرك. ولو توجه لك لوم ولا حاجة ممكن تبقى تتقمص وتزعل واللي ما يجيش. ودلوقتي ما بقاش ما بيجيش، لا بقى في اسلوب تاني بقى جميل، او اللي هو يعمل لك عمل لفت الجروب. اطفال، اسف سامحوني، دي طفولة، دي طفولة. عدم نضج. هو انا اذا ما كانش الخدمة يعني تمشي على هواية يبقى انا مش لاعب؟ الزيت انا اقول رأيي، محدش يمنعك تقول رأيي، بس افرض اتقال لك بعدين او اتقال لك طيب ما مش مناسب دلوقتي، قول حاضر. الزيت ان تشعر انك ابر من غيرك، ان تشعر انك مميز، ان تفرح بمديح، ان تسعى لظهور، ان تجتهد في ان تعلن كل ما تعمل. وبقى عندنا كارثه ان الناس تعمل نشاط في الكنيسه عشان يتصوروا ويحطوا على الفيسبوك، وعشان بقى الموضوع اساسه مش القداس، اساسه الصوره، مش اساسه القديس اللي احنا رايحين له، اساسه الصورة. خد بالك المخدومين ممكن يكون عندهم اهداف تدخلك في حته كده، لكن انت لازم تبقى واعي. الخادم الواعي يسعى الى الخفاء اكثر كثيرا جدا من سعيه الى الظهور. يعني كده عايز تسال نفسك انت ذات ايه الدنيا ايه؟ اقول لك ما بين الخفاء والظهور ماذا تفضل؟ طيب ماذا تفضل بالاكثر جدا؟ طيب كيف تتفنن في الاخفاء؟ تتفنن الاول، تتفنن في الظهور، مش كده؟ من علامات ان انت المسيح دقته ان انت تبذل مجهود في الخفاء. دي علامة ان انت شبعت بالمسيح. يا عم سور ايه وبتاع ايه، سور ايه وبتاع ايه، ولا نحط ايه، ولا نمدح ايه. معلمنا بولس قال لك همدح من الناس، قال لك ان ننال مدح مجد نعمته. شايف الكلام؟ شايف الرجل اللي فاهم بيعمل ايه؟ ان ننال ايه؟ مدح مجد نعمته. الزيت، احذر الزيت. لتكن الخدمة مجال لإماتة الزيت مش لحياة الزيت. احنا لم نأتي لنظهر، احنا لم نأتي الى الخدمة لنتمجد، لكن ليتمجد الله. وينبغي ان ذاك يزيد وانا ايه؟ انقص. احذر، خلي بالك، اوعى تعمل عمل ويكون في الاخر هدفك ان يشاوروا عليك ويقولوا شفت فلان عمل ايه. كان عندنا خادم بقى راهب وبعدين راح السماء، يمكن اسمه عنه ابونا، اسمه سربمون السكندري، كان بيعمل اعمال كده وخدمه بتاع، فييجوا في اخر العمل بيشكروا الناس اللي عملته، فبيطلعوهم على المسرح وده ما يلاقوهوش في كذا عمل، ما يلاقوهوش، طلع بيستخبى فوق الستاره، بيتشعلق فوق، كان جسمه قليل كده، بيتشعلق فوق الستاره لغايه لما كل الناس تمشي، قعدوا يدوروا جسمه بشويه، فين بشويه، فين بشويه، بيقعدوا نص ساعه لغايه كل الناس مشيت، هو لسه برضه مش باين. في الاخر يتسحب ويزول، انت كنت فين؟ انت ده احنا دخلنا التواليت تدور عليك، قلبنا عليك الدنيا. لا ابدا بس مش عارف كنت ايه، اي كلام. انت عايز ايه؟ الذات بتاعتك دي. الله ينحنا نفس ابونا ميخائيل ابراهيم، كنا بنعيد له من اسبوع كده، كان له كلمه جميله قوي وسط الخدام، واللي يتمجد الله بي او بغيري، ويرجع يقول الكلمه الاحلى منها، ويفضل بغيري. تاني، ليتمجد الله ايه؟ بي او بغيري، يفضل بغيري. واحد غيري راح حافظ اللحن فيري جود، حلو قوي، بس ده مش حافظ قوي على فكره، مش مثبت الاخ ده. يا عم انت بس بيبو. لما ربنا يدينا في الكنيسه يكون في 20 30 بيحفظوا، احسن يبقوا 10 ونحتكر الموضوع. كبر غيرك،
احنا ممكن ما نفضلش مستمرين كده. ده انت لو بصيت في صورة في الكنيسة كل 7-8 سنين تلاقي مشيش مختلفة. بص على خرس الشمس كل شوية تلاقي ناس غيرها. طب يبقى نعمل ايه؟ نعد بعض، نقدم بعض، نقدم، اهتموا بالصغير. احيانا نقول كده لو سمحتوا يا جماعة يا كبار، اللي ما عرفوش الصغير يقولوا الكبير ونسكت كده. اللي ايه؟ اللي ما عرفوش ايه؟ الصغير يقولوا ايه؟ الكبير. بس الصغير مش متقن او الكبير اسم الصليب يعني. معلش يعني الواحد مكسوف يوم، ما انت ليك 40 سنة بتقول يديك الصحة خلاص ماشي. فيعني الوقت الصغير ده يديك يقول الذات، ولا اللي ما يقولش ممكن يتقمص، ممكن ما يجيش تاني، وممكن يسيب وقت. دي معناها ايه؟ معناها ان هو اهم من الخدمة. الخدمة مش مجال لإعلان الذات، مجال لإيه؟ إماتة الذات. واحد قلنا إيه؟ الفطور. اتنين الذات. تلاتة العصرات. العصرات احذر. الخادم اللي واقف بره بيضحك، تسوم القعدة تضحك، لبسه تسوم، شكلها، مظهرها، كلامها، طريقتها، مش عارف اقول ايه يعني. في حاجات البنات تلقطها في التصوري من اول فوق لتحت خالص، مش هقول تفاصيل، من فوق خالص لايه تحت خالص، خدين بالكم من تحت خالص، مش كده؟ تلقط بالالوان اللي تحت، تلقطها، تخلي ما تكون تحت في شويه الوان، الوان كل دي الوان تحت. معلش انا مش بقول كده يعني ان غلط، بس بقول قد كده انا مفحوصه جدا. طب والبنت لما تقول لماما ده زي تصوني خلاص، ما هنعمل ايه؟ بتقول كده انا جبت لكم البنت ما كانتش تعرف الكلام ده. تذكرت مره واحده ام جت تقول لي يا بونا البنت في 5 ابتدائي انا مصوماها، جت تقول لي التصومات كانوا بياكلوا فطار، كانوا بياكلوا جلاتي. فالست بتقول لبنتها، بتقول لها حبيبتي ممكن تكون جلاتي صيانه، قالت لها ماما دي كونو. يبقى ايه؟ العصرة. خلي بالك من العصرة. انا كده عملت ايه؟ ده انا مش افدت ولادي، ده انا كمان ايه؟ اضرتهم. يا رب ارحمني. ويل لمن تأتي خير له ان تربط عنقه بحجر راح. عارف يعني ايه؟ يعني الشخص اللي وقعه في ميه ده عنده امل يعوم، مش كده؟ عنده امل يعوم، يعني في نسبة نجاة. لكن لما يحط له في رقبته حجره عنده امل يعوم؟ ده يعوم ايه؟ ده ميت ميت. ان يلقى، ان يربط في عنقه حجر راحه ويلقى. يا ربي شايفين ازاي؟ اذا احذر العصره. ولا دلوقتي بقى على الفيسبوك التصومي اللي مش عارف راحت فين وتحط الصور، وكانت مش عارف فين وعملت صور. هو لازم كل ما نروح كافيه نتصور؟ لازم لما نروح اي حاجه كل حاجه فاهم ليه؟ مش كل حاجه. ليكن لنا حياتنا الشخصيه، ولا اللي ممكن نحط بقى حاجات تانية ولا كذا، ولا تصوني اللي بتعمل حاجات على التيك توك، ولا ده في حاجات. ايه العصارات دي يا جماعه؟ عارفين ده جاي منين؟ جاي من واحد مش شبعان بالمسيح، جاي واحد لم يعلم دعوته بعد، لم يسمع في داخله المسيح، لم يذق نعمة، لم يدرك أنه مولود من فوق، لم يتحول إلى حمل، لم يصبح خليقة جديدة. فأصبح إيه؟ أصبح كأننا جايبين، ربنا يسامحنا ويرحمنا، ديب وملبسينه شكل الحمل. فوجود في الوسط بشكل آمن، لكنه إيه؟ يأكل. خلي بالك، خلي بالك لما يكون روح العالم موجودة في الخدام، ده يشموا فيكوا روحة المسيح وروحة القديسين، يشموا فيكوا محبتكوا للتسبيح والصلوات، مش بس في المظهر، لا، في كل شيء. قال له كن قدوة للمؤمن في الكلام، في التصرف، في الطهارة، في الأناة، مجالات عديدة. احذر العصرات. آخر حاجة،
كنا قلنا احذر ضياع الهدف، اربع حاجات: واحد احذر الفتور، اثنين احذر الزاد، ثلاثة احذر اربعة احذر ضياع الهدف. زي الكلمة اللي كنا بنقولها الاول في حكاية ايه القائد، لان يكون هدفك واضح. الولاد انت هدفك ايه؟ ضياع الهدف ان نعمل نشاط وبس، نعمل كورال وبس، كشافة وبس، ونجيب اشيك تيشيرت واشيك مش عارف العقدة ايه ونعمل كل ده كويس، لكن لو مش بهدف واضح. تعالى كده قول للولاد عندكم دلوقتي كشافة وعندكم دلوقتي عشية، هيحضر ايه؟ الكشافة. طب مدارس الاحد نفسها، عندك دلوقتي اجتماع ولاد ثانوي وعندك دلوقتي لقاء اجتماع كشافة، هيحضر ايه؟ الكشافة اكثر جاذبية. فإن لو ما كانش انا هدفي واضح من نشاط يبقى بلاش منه احسن. الهدف ضياع الهدف. خدمات كتير جدا ممكن نعملها، بس إن لم يكن لها هدف واضح يبقى إيه؟ يبقى بلاش. كان عندنا أب جميل في محرم بيه، أبونا دوماديوس حنة، كان يقول كلمة كنا ممكن يعني نبقى شوية كده مش مزرجنين عليها شوية، وإحنا شباب كنيسة العذراء محرم بيه، كان يقول لك أنا لو ما كانش عندي قائد للنشاط ما عملوش أحسن. يعني لو ما عنديش واحد خادم روحي للكشافة بلاش كشافة، مش هيجرى حاجة أبدا في كيسة ومش كسر. بس أنا نكون قائد بتاعهم، قائد إيه؟ يهتم إن لازم الولاد دي تحضر الخدمة بتاعتها، ولازم الولاد دي يتناولوا، ولازم الولاد دول يحضروا الكتاب، ولازم الولاد دول وقبل الكشافة نعمل درس كتاب، ولازم نصلي الأشباه. هدفه إيه؟ هو عارف إن الكشافة دي إيه؟ دي وسيلة جذب، لكن مش هي نهاية المطاف. مش عايزين نعلمهم الاشارات والسيكا والمش عارف ايه وبتاع، لا لا لا، ده موضوع ثانوي جدا. او الكرار، انا مش برضو مش عايز اعمل محترفين صوت، يعني انا عايزهم مسبحين. طب فريق تمثيل يوصل للمسيح، يوصل معنى. طب فريق نظام، اي هاد اي حاجه، اي نشاط. طب ميديا، اي حاجه نبتديها بصلاه، يبقى لينا قداس كل شهر مجموعه الميديا مع بعض. يبقى الهدف، احذر ضياع الهدف، احذر ضياع الهدف. لانه مره القديس يوحنا الدرجي يقول كده: عجبت للذين نجوا من اللج ولكنهم غرقوا في الميناء. يعني قال لك يعني احنا نجينا من بحر العالم، ونشكر الله ربنا اتى بنا للكنيسه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب ان انت جذبت ولادك دول للكنيسه وحبوا يكونوا في بيتك. اشكرك اشكرك اشكرك، لم يعد العالم يجذبنا واتينا الى هذا الموضع المقدس. بركه. تصور بقى لما كنا جينا من اللجه ونيجي المينا نغرق في المينا. عجبت للذين نجوا ايه من اللجه وايه غرقوا في الميناء. ليه؟ الهدف مش واضح، مش عارفين احنا عايزين ايه. لا، احنا عارفين عايزين ايه. احنا عايزين المسيح، وعايزين نمو الروح، وعايزين السجود، وعايزين الصلاة، وعايزين الصوم، وعايزين قداس. فرصة الصوم الكبير، قولوا للمخدومين بتوعكم فئات فئات هنحضر، شوف اكتر قداس متأخر في الكنيسة وجيب الولاد فيه. في قداس من اتنين لاربعة من تلاتة، هاتهم قول لهم تعالوا، اعمل لهم اغابي بعدها، بس اديهم بعدها كلمة روحية برضه، مش هتأكلهم وروحوا، لا احنا أكلناك ودفعنا كذا، تعالى. هو كده، هو كده. انت عندك هدف واضح وعندك غير عليه. لما يكون القائد بقى الهدف بتاعه مش واضح، القائد نفسه زي ما كنت بقول لك ايه، القائد نفسه يكون ايه؟ تايه. عشان كده ربنا قال لهم في العهد القديم، قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل. انت عارف لما كنا الجبل كبير قوي، مساحته كبيره، فوانت بتدور حواليه تبقى مش حاسس ان انت ماشي بشكل دائري عشان المساحه بتاعته ايه كبيره، فانت شكلك ماشي. بس ممكن يكون واحد مثلا يلتفت كده، الحته دي احنا تقريبا كنا عندها من سنتين، مش كده ولا يا جماعه؟ الحته دي مش كده. تصور احنا لينا سنتين بنلف وكده عم نلاحظ نفس النقطه. كفاكم دوران حول ايه؟ هذا الجبل. لا،
القائد الحقيقي هو اللي يصرخ ويقول إننا نسلك في الطريق الخطأ. تعالوا يا جماعة هلما ما اعتقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. هو كده الهدف الواضح. إذن احذر من 4 حاجات. 1 فتورك الروحي هيأثر على الخدمة قوي قوي ومعدي، وبالعكس حرارتك الروحية كمان ايه معدية. بس نشكر الله ان الحرارة المعدية الحرارة الروحية معدية اكتر. نشكر الله احسن لو كانت الفتور الروحي معدي قوي زي الحرارة كانت تبقى مشكلة كبيرة. الحرارة يعني واحد بس عنده حرارة روحية اثر الخدمة كلها. الحرارة الروحية 2 نحذر ايه ازاي. 3 العصر. 4 ضاع الهدف. والاربع نقط الاولانيين القائد الخادم يعمل ايه؟ 1 ايه يقود، 2 يغذي، 3 يحمي، 4 اتحبني ارعى غنمي. ربنا يبارك فيكم ويدينا كلنا خدمه مقبوله، واشكر الاباء واشكركم، وربنا يحافظ عليكم ويبارك في الخدمه، يكمل مقاييسنا ويسند كل بعض حين بنعمته لالهنا المجد امين.